طيب تسألك ازاي انت ممكن تغير سمة بحد ذاتها معينة، ازاي انت بتغير السمة دي؟ لنفرض انت كنت تتكلم عن الشخص الناقد اللي بينقد كويس، انت بتغيرها ازاي؟ سهل سهل هي تتغير. احنا قلنا تغيير الملامح ان احنا نراقب نفسنا، نراقب تصرفاتنا. العيب اللي عندنا مثلا لو جينا قلنا زي العين الانتقادية مثلا، او الشفايف اللي هنا دي، الشفايف البق الصغير لشخص ما بيتكلمش كتير. لو احنا عايزين نكبره يبقى لازم نمرنه على الكلام. كمان هو هنا لو البق الصغير بيبقى ما عندوش المشاعر الكافية تجاه الآخرين، فلازم ان هو يبقى يحس بالآخرين، يعني ايه، يراعي مشاعر الآخرين، يعمل حساب ان فلان ده هيزعل او مش هيزعل، لازم يدقق في كل حاجة، فشفايفه بتكبر. كمان لو احنا مثلا عندنا الانف دي، في ناس عندها الانف ده مفتوح، تبص كده تلاقي ايه الفتحات دي هنا كده، فتحات الانف بتبقى هنا كده. ده شخص لو نقدر ان احنا هنقول نقفل الانف ونخليها الاطار مقفول زي كده، ده بيكون عن ايه؟ الشخص ده بيصرف فلوسه كلها. فاذا كانت الانف شبه انف الخنزير، فهنا المفروض ان هو يعمل حصالة وحوش فيها، مش مهم كام، المهم ان هو يبقى بيحوش. دي لوحدها بتعالجها. العلاج بسيط جدا. كل حاجة في